بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة عاطلة لكل مواطني ومواطنات ولاية عين تيمشنت ومن خلالهم إلى الشعب الجزائري. نشكرك الأخ مزيادة على الزيارات المتكررة والعمل اللي راك تقوم به، المعلومة اللي توصلها للمواطنين في إطار العمل بالسياسة المنتهجة من طرف الدولة والسياسة المنتهجة من طرف السيد رئيس الجمهورية، بإشراك المجتمع المدني، إشراك الجمعيات في العمل السياسي وفي القرارات وفي اتخاذ القرارات وفي تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. قمنا باقتراح على السيد الوالي طبعا، وأولا في المرتبة الأولى العمل اللي راح نقوم به، واللي هو عمل تشاوري مع مختلف أطياف المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات وأعيان ولاية عين تيموشنت والمنظمات الموجودة في ولاية عين تيموشنت. راح تكون إن شاء الله لقاءات عديدة متعددة مع أطياف المجتمع المدني لإشراكهم في اتخاذ القرار إن شاء الله. راح تكون عملية التسجيل أولا في المجلس الشعبي الولائي ممثلة في الديوان، أي جمعية أو منظمة أو أعيان من ولاية عين تيموشنت يريد المشاركة في هذه الندوات التشاورية، ما عليه إلا التقرر من مصالح ديوان المجلس الشعبي الولائي والتسجيل إن شاء الله. هتكون هنالك إما على حسب عدد التسجيلات، إما ندوة واحدة لتجمع جميع الأطراف، أو ندوات كل دائرة سنخصص لها حصة أو جلسة إن شاء الله لطرح انشغالاتهم إن شاء الله، أخذ أولا مبدأ الأولوية في الاقتراحات تاعهم ونشوف المشاكل، احتكاك مباشرة مع المواطنين. عادة اليوم أيضا اللي راك تزور فينا يوم اثنين، وهو يوم أيضا استقبال اللي رانا نستقبلوا في المواطنين، نستقبلوا أيضا العرائض تاعهم اللي توصلنا يوميا، إما نجاوبوهم إما نحلوا مباشرة المشكل تاعهم إذا كان كل المعلومات موجودة في العريضة. إن شاء الله هذه المبادرة لقات استحسان من طرف مختلف الجمعيات والمنظمات، حتى مواطني ومواطنات ولاية عين تيموشن. إن شاء الله تكون مبادرة ناجحة إن شاء الله، بالإضافة إلى ما يقوم به الإخوة أعضاء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة ورؤساء الدوائر والسيد الوالي أيضا في اجتماعات اللي راهم يقوموا بها تحضيرا لمختلف الأضرفة المالية التي ستوصل لولاية عين تيموشنت من برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجامعات المحلية وصندوق الضمان والتضامن للجامعات المحلية، إضافة أيضا إلى المبلغ اللي كان رصد منذ فترة بالقليلة لتهيئة المدارس. أيضا نتمنى إن شاء الله جميع الجمعيات يشاركون إن شاء الله لتكون بادرة خير، لتكون إن شاء الله مواصلة، ما تكونش بداية لأن قمنا بها في السنة الفارطة، ولكن نسيو نجربوا تكون إن شاء الله حاجة نوعية بإذن الله. مشكور على الرسالة اللي راك تقوم بها الأخ مزاد مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.